بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعليه نتوكل، ومنه دوما وأبدا نطلب التوفيق والسدادة والنجاح. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، فإنك أنت قادر على كل شيء قدير. التحية بكم عشاق الأصالة، محبي هذا المورود الشعبي الكبير أينما تتابعونا، خلفي أيضا عبر موقع ناموس للهجن هنا من أرضية هذا الميدان، من ميدان سيف العرب أحد الأفرع التابعة لميدان المرموم في مدينة دبي، لتنطلق أيضا في هذا الصباح هذه الفئة العمرية سن الحقائق من مسافة 3 كيلومترات في صباحية هذا اليوم، يوم الخميس الموافق 12 من شهر 11 لعام 2015 للميلاد، ضمن انطلاقات التمهيدية الرابع لسن الحقائق لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. على بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط الأول لأصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من أبناء القبائل بالمشاركة مسموح لكل من يرغب بالمشاركة. مع أول انطلاقاتنا في هذا الصباح هنا نسير على بركة الله ونتابع المقدمة والصدارة الأولى، من تأتي هنا نسب على المركز الأول خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهرية القادمة بالمشاركة مع المركز الأول، بينما أعود إلى المرتبة الثانية لأتابع القدوم من وسام سعيد بن محمد بن سلطان العويسي اللي خذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي قادمة في هذه اللحظة الجميل أسراب راشد بن محمد بن سيف المقعودي الفلاسي، أما اللي تدخلت في هذه الانطلاقة أيضا زمايم لمحمد بن راشد بن سويدان بن حضير، بينما أعود إلى شعار المقعودي من يأتي على المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة اللي تأتي في هذه الانطلاقة هنا الشاهنية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن عبد الله بالطير العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء الحاضرة في هذا اليوم هنا في ميدان سيف العرب بالمشاركة مع أول أشواطنا لسن الحقائق. نعود والعود أحمد إلى وسام، وسام النواميس مع المركز الأول اللي يقودها في هذه الانطلاقة الجميل سعيد بن محمد بن سلطان العويسي، من يقود المشاركين بانطلاقة وسام مع البداية الأولى. ولكن الله أهالي الأحباب حاضرين مع هذه الانطلاقة الجميلة، من يقدم لنا انطلاقة الكورة، الكورة من اللي قادمة مع المركز الثاني شعار راشد بن محمد بن سيف المقعودي الفلاسي مع المرتبة الثانية اللي يقدم لنا سراب، والمرتبة الثالثة اللي تأتي في هذه الانطلاقة الجميلة. الله 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 الله، وصلت زمايم لمحمد بن راشد بن زويدان بن حضيرم، والأمتار الأخيرة والمتدخلة من الجانب الآخر بكل قوة، خيرة خيرة لسالم بن سعيد مكاسب المسافري 400 متر الأخيرة. الله الله، انطلقت سراب مع الأمتار الأخيرة، ولكن نسيب نسيب مع المركز الثاني واللحظة الأخيرة الأمتار النهائية الأمتار المجنونة. الله 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 الله، زمايم 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 وسراب، سراب وزمايم، واللحظة الأخيرة الشوط الأول يحتار مع هذه النجومية الكبيرة، واللحظة الأخيرة المقعودي المقعودي أم زمايم زمايم، واللحظات الأخيرة. وسلامي الأحباب، سلامي على هذا الأداء، تهانينا لراشد بن محمد بن سيف المقعودي الفلاسي على فوز سرابه والمركز الثاني. أتت في متابعي الكرام زمايم لمحمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم، والمركز الثالث نسيب لخلفان بن محمد بن خصيب الظاهري، والمركز الرابع أتت في خيرة لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري، والمركز الخامس أتت في الشاهنية لسعيد بن هلال بن سالمين الخيلي.
هكذا متابعين الكرام شاهدنا المتعة والإثارة مع أول أشواطنا. التوقيت عطني هنا 4:34 ثانية، هو التوقيت الذي تدون تحت أقدام لهيه.